قطر تدرك في يقينها وفي ضميرها بأن الامتداد الطبيعي والعمق الطبيعي لها هو دول الخليج ودول مجلس التعاون، وأن أي تقارب أو تحالف مع أي دولة خارج هذه المنظومة هو مرهون بحالة ظرفية وليست حالة قابلة للدوام والاستدامة، وإنما حالة ظرفية. وبالتالي هي هل تعتقد أن الوساطة الكويتية تعمل على 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 هذه النقاط بالذات، يعني إقناع الدوحة بأهمية البعد؟ أكمل بس الفكرة أختي ليلى. هذا من ناحية قطر. من ناحية السعودية هي تدرك أيضا، وأنا أعتقد بأن عندها قناعة كاملة بأن خسارة قطر في هذه الظروف هو كمن يعني يقطع أطرافه ويدفع بحلفائه باتجاه خصوبة، خصوصا بأن يعني من الواضح بأن إيران تتمدد، هي يعني في 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 شرق شمال المملكة وفي غرب شمال المملكة وأيضا في الجنوب عند الحوثيين، وبالتالي لا مصلحة في أن تخسر قطر وأن يعني توجد إمكانية لاختراق من المنتصف. فالطرفين يدركون بأن استمرار هذه الأزمة يعود بكارثة على الطرفين، يعود بكارثة على دول المنطقة، هو غير قابل، هي مسألة يمكن عض الأصابع لكنها غير قابلة للاستدامة وكل أطراف خاسرة. الكويت بحكم تجربتها في فترة الغزو العراقي تدرك أهمية العمق الخليجي، تدرك أهمية بقاء هذه المنظومة متماسكة قدر الإمكان مهما كان فيها، ولذلك هي تسعى قدر الإمكان للمحافظة عليها.